عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن يزيد بن الأخنس السلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما سعة حوضك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين عدن إلى عمان، ما بين عدن إلى عمان. ثم زاد يزيد رضي الله عنه في سؤاله قال: فما حوضك يا رسول الله؟ يعني في الأول سألتك عن سعته، والآن أسألك عن ماهية الحوض. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا يزيد قال عن حوضي عليه الصلاة والسلام قال: ماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب من ريح المسك، من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، ولا يسود وجهه أبدا. وهذه قول عليه الصلاة والسلام: ولا يسود وجهه أبدا. تشعر بادي الرأي عقلا نقلا أمر واضح أن حوضه صلى الله عليه وسلم من يسقى منه يبرأ ظاهره وباطنه، يبرأ ظاهره وباطنه، يبرأ باطنه دل عليها قوله: فلا يظمأ بعدها أبدا، ويبرأ ظاهره بقوله: فلا يسود وجهه بعدها أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ثنايا هذا الحديث: له مثعبين، إن له مثعبين من ذهب وفضة. كلمة مثعبين جمع أو مثنى مثعاب، والمثعاب على وزن ومعنى كلمة ميزاب، على وزن ومعنى كلمة ميزاب. المثعب مثل الميزاب، وإن قلنا مثعاب على وزنها لفظا ومعنى. وهذا يصب من نهر الكوثر، والكوثر نهر في الجنة آتاه الله عز وجل نبيه، جاء به القرآن صريحة في أصح أقوال العلماء، قال ربنا: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر نهر نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذا الكوثر له ميزابان كلاهما من ذهب وفضة، أين يصبان؟ يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي يحشر عليها الناس في عرصات يوم القيامة، قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وقبل أن يؤمر بأهل النار إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الحديث يشكل من باب متى يكون الحوض، فالحوض حق تواترت به الأحاديث، ونقول كما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه: من كذب به فلا سقاه الله منه، من كذب به فلا سقاه الله منه. لكن متى يكون موعد الحوض؟ الناس يخرجون يوم القيامة من القبور عطشا، فبعض أهل العلم يقول إن الحوض قبل الصراط وقبل الشفاعة وقبل الميزان، وبعض العلماء يقول لا، إنما الحوض بعد الصراط. الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث الحوض بعد ذكره للشفاعة والصراط، وكأنه يشير وفق فقه البخاري في ترتيبه، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يرى أن الحوض يكون بعد مرور الناس على الصراط. هذا المنحى الذي نحى إليه البخاري رحمه الله يدل عليه آثار، من أشهرها ما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل. أي أن النبي عليه السلام قبل طلب أنس أن يشفع له، فقال أنس وقد تمسك بالوعد النبوي، قال: أين أطلبك؟ يعني أين أجدك يوم القيامة، أين أطلبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال أنس: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك؟ قال: إذن أنا عند الحوض. فهذا الحديث الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه وأرضاه يدل من حيث الإجمال على صحة ما نحى إليه الإمام البخاري ومن وافقه، أن الحوض المورود يكون يوم القيامة بعد الصراط وبعد الشفاعة، بعد الشفاعة. وقد قلت إن جمعا من العلماء، وهذا أميل للعقل، يقولون إن الحوض أول ما يخرج الناس إلى عرصات يوم القيامة قبل الصراط. أيا كان الأمر، الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن لا نرد عنه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا.